السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أحبتي في الله، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. حديثنا اليوم عن علاج السحر خطوة بخطوة من غير راقي. طبعا نقصد به الحالات الغير مستعصية أو الحالة التي لا تتطلب الذهاب إلى الراقي. قبل ذلك العزيمة والإصرار. يجب أن تعرف أيها المبتلى أن هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ولك أجر عظيم على هذا الابتلاء على قدر صبرك وتحملك له. ثم يجب أن تعلم أن الإصرار والعزيمة وقبل ذلك التوكل على الله هم المفتاح الرئيسي للتخلص من هذا البلاء. ثم يأتي بعد ذلك الأخذ بالأسباب الشرعية التي جاء بها الشرع وليس الغير شرعية التي مقصود بها الذهاب إلى المشعوذين والدجالين الذين ينتزعون منكم الأموال ولا يقدمون لكم غير الحسرات والندى. الخطوة الأولى، لا شك أن القرآن شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فكلما كان الإنسان ملازما لكلام الله عز وجل متدبرا لآياته سبحانه وتعالى كان العلاج أقرب فأقرب منه. ثم الله الله في سورة البقرة، هذه السورة العظيمة التي جاءت الأحاديث الكثيرة في فضلها وحفظها للإنسان. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. إذن من داوم على قراءتها كانت له حفظا من الشيطان وإضعافا لمن كان به مس أو سحر، ولذلك نوصي بقراءتها خاصة في صلاة الليل. وقد جرب كثير ممن ابتلوا بالسحر أو المس أو أي أذى في أجسادهم قراءتها في قيام الليل، فوجدوا في ذلك نفعا بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أخذها بركة وتركها حسرة. نسأل الله جل وعلا أن يجعل فيها الشفاء من كل داء. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، ماء زمزم. جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب ماء زمزم وقال: إنها بركة، وقال: إنها طعام طعم وشفاء السقم. وعنه صلى الله عليه وسلم: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام الطعم وشفاء السقم. وكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا شرب ماء زمزم يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورفقا واسعا وشفاء من كل داء. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد مر بي وقت بمكة سقمت فيه، يعني مريض، وفقدت الطبيب والدواء، فكنت أتعالج بها، يعني ماء زمزم، أخذ شربة من ماء زمزم وأقرأ عليها مرارا ثم أشربه، فوجدت بذلك البراء التام، ثم صرت أعتمد عليها عند كثير من الأوجاع فأنتفع بها غاية الانتفاع. وإذا لم يتوفر ماء زمزم فمطلق الماء الصالح للشرب يقرأ عليه الرقية ويشرب منه المريض ويغتسل. الخطوة الثالثة، الدهان بزيت الزيتون. قال سبحانه وتعالى: يؤخذ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. وقال سبحانه وتعالى: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: المراد بها شجرة الزيتون وإفرادها بالذكر لعظيم منافعها. وقال سبحانه وتعالى: والتين والزيتون. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل الزيت وأدهنوا به فإنه من شجرة مباركة. وأما خاصيته في الاستشفاء به فهي عجيبة، يدهن المريض به على موضع الألم بعد قراءة القرآن عليه، ويدهن به المعيون ويدهن به المسحور. فمصداقا للنبي صلى الله عليه وسلم: كل الزيت وأدهنوا به فإنه من شجرة مباركة. فيستعمل المريض الدهن بزيت بعد قراءة القرآن عليه مع شرب الماء والاغتسال به كعامل مساعد. يطبق المريض هذا الأمر مع الإكثار من تلاوة القرآن وسماع القرآن بحضور القلب وصدق التوجه إلى الله. فإن كان هناك أي نوع من أنواع الأذى من الجن فهو سوف يفر الجن بلا رجعة، أو يهلك ويحترق ويضعف ويهزل هزلا شديدا تنعدم معه أي فاعلية أو أثر لهذا الجن. وإن أصر على عدم الخروج عند قراءة القرآن على المرض فسوف يمتثل الجن لأمر القارئ. ثم العلاج بالسنة. السنة المكي من أنفع الأدوية النبوية
المسهلة، فإذا كانت المادة السحرية مستقرة في المعدة فيحاول استفراغ هذه المادة إما بالتقيؤ إن أمكن ذلك، وإن لم يستطع المريض فبواسطة شربه السنة، وقد جربها كثير ممن ابتلوا بالسحر في المعدة فنفعت كثيرا بفضل الله عز وجل. وقد ورد فضل السنة في السنة المطهرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن شيئا كان فيه شفاء من الموت لكان السنة، وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بالسنة والسنود فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام. قيل يا رسول الله وما السام؟ قال الموت. أما طريقة التحذير، يحمر المريض شربة السناء ويضعها في قدر به لتر ماء، ثم تغلي على النار، وبعد غليها تصفي وتترك حتى تبرد، ثم يشرب المريض مقدار كوب واحد على الريق، وبالإمكان إضافة عسل نحل إليها لتحليتها. بعدها يحس المريض بإسهال شديد ويظهر أثر شربة خلال ساعات، وقد يكون مصحوبا بمغص خفيف ولكن بدون التهاب في الأمعاء. وعندما يبدأ مفعول شربة السنة في العمل فإنه يستفرغ جميع ما في البطن من فضلات، وبذا تخرج المادة السحرية إن شاء الله تعالى. وقد جربت ونفعت في حالات كثيرة ولله الفضل والمنة. أما إذا كان تأثير السحر على الرأس كأن يكون السحر مشموم واسطة عطر أو خارج الجسد، ولكن الهدف من السحر التأثير على الرأس لإحداث خيالات أو توهمات أو جنون أو غير ذلك من الأمراض التي منشأها الدماغ، ففي الحجامة الدواء الكافي والشافي لهذا السحر بإذن الله عز وجل. حجامة من أنفع العلاجات النبوية، وإذا وقعت على مكان السحر فإنها تستفرغ مادته الرديئة من هذا المكان، يبطل ويفك بإذن الله. والحجامة من الأدوية النبوية التي انصرف الناس عنها للأسف في هذا الزمان. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير هو من شرطة محجب أو شربة عسل أو لدغة بنار توافق الداء. ويقول صلى الله عليه وسلم إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. ثم العلاج بالتين، يقول سبحانه وتعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم. يساعد التين في علاج السحر ويعالج السرطان والدمامل وأمراض الكبد والغرغرينة والطفح الجلدي والبواسير، ويساعد في تجلط الدم ووقف النزيف. عليك بالتين. ومن العلاجات أيضا السدر. يقول قيس بن عاصم رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء والسدر. وذكر ابن بطال في الرجل إذا حبس عن أهله أن يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيها آية الكرسي والقواقل أي الإخلاص والفلق والناس لأنها مبدوءة بكل، ثم يحسو منه 3 حسوات ثم يغتسل به فإنه يذهب كل ما به بإذن الله تعالى. أيضا العلاج بالعسل فإن فيه الشفاء كما قال المولى عز وجل. فالعسل غذاء من الأغذية ودواء من الأدوية وشراب من الأشربة وحلو مع الحلو، فما خلق الله لنا شيئا في معناه أفضل منه. وللعسل منافع عظيمة، فإنه يعالج السحر وأمراض المعدة ويعالج أمراض الصدر ومنشط ومطهر، ويحتوي على مضادات حيوية قاتلة للبكتيريا والجراثيم وهي تقوي المناعة ويعالج الأرق والقلق. عليكم بالعسل بارك الله فيكم. ثم التمر وزيتونا ونخلة، قال صلى الله عليه وسلم من تصبح ب7 تمرات من تمر العالية المدينة المنورة لم يضر ذلك اليوم سم ولا سحر. ويسمى التمر أحيانا بالمنجم لكثرة المعادن التي يحتويها، ومنها المواد السكرية، المواد البروتينية والدهنية، العناصر المعدنية، الفيتامينات. واعتبر التمر علاجا للسم والسحر ومضادا للسرطان، ويقتل الدود، ويحتوي على مادة تنبه تقلصات الرحم وتزيد من انقباضاته وخاصة أثناء الولادة، ويعالج الأنيميا وفقر الدم، ويستعمل كمقوي جنسي ومعالج للعقم، ويساعد على الإنجاب، ويعالج أمراض المسالك البولية، ويعالج القولون العصبي. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله الصواب أنه علاج مستمر إلى يوم القيامة. ويقول أيضا والصواب أيضا أن ذلك ليس خاصا بالعجوة بل يعم جميع التمر. أيضا من العلاجات بالنسبة للمسحور الحبة السوداء، يقول صلى الله عليه وسلم عليكم بهذه الحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام، والسام يعني الموت، وفيها منافع عظيمة ومنها أنها نافعة
مع جميع الأمراض الباردة. وأخيرا وليس آخرا عليكم بالدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، وقال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، وخاصة الدعاء في الثلث الأخير من الليل. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل ربنا إذا مر ثلث الليل الأخير إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، وذلك في كل ليلة. فعلى كل مبتلى ومضطر وصاحب حاجة أن يلجأ إلى الله جل وعلا بقلبه، وأن يصدق مع الله في دعائه، وأن يخلص إلى الله في عبادته. فمن دعاه أجابه، ومن اتقاه وقاه. حفظنا الله وإياكم من الأمراض والابتلاءات ما ظهر منها وما بطن.